تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي شهدت حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة، والتي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. ويواصل مهرجان العالمين الجديد فعالياته بتقديم موسيقى وأغاني عصرية تفاعل معها الجمهور على المسرح الروماني بالمدينة التراثية. وتعد حفلات المسرح الروماني بالمدينة التراثية واحدة من أهم الفعاليات التي تجذب الحضور ضمن فعاليات مهرجان العالمين. بموسيقى وأغاني عصرية تفاعل الجمهور مع ألحان فرق كود مصر وهاي دام وحافظ وبستان على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، التي جاءت ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. والله بجد أنا أول مرة أحضر مهرجان زي دوت، وبجد اتبسطت جدا من المهرجان، والأداء كويس وما شاء الله، الأصوات جميلة ومواهب بإذن الله تطلع يعني وتتشير وكده، وشايف التنظيم كويس والمكان ما شاء الله نضيف وكل حاجه يعني على اكمل وجه. لا المكان جميل جدا بسم الله ما شاء الله عليه، والتنظيم كويس جدا، والمكان نضيف، والناس اللي موجودين ناس محترمه جدا، والمواهب مواهب بسم الله ما شاء الله عليها، مواهب جميله، واحنا استمتعنا جدا بصراحه. جو تحفه جميل قوي بصراحه، والناس هنا مبسوطه جدا، وكلنا تعرفنا على بعض، والناس هنا ناس محترمه، واحنا من جامعه دمياط ان شاء الله نكون موجودين على طول هنا. اجواء جميله جدا بجد، استمتعنا بكل الفقرات، كانت حاجه جميله قوي، واول مره يعني نشوف حاجه باللذاذه دي، وانبسطنا جدا، البنات انبسطت قوي قوي، يعني حاجه جميله. لا انا اول مره اجي، وبصراحه يعني ما كنتش متخيله ان العالمين هتبقى حاجه كده، يعني كل الناس معانها بقى، فبصراحه هي عالم تاني فعلا. وتنوعت الاغاني بين الرومانسيه والراقصه التي اضفت بهجه امتزجت بالوان المسرح وطرازه الفريد، بالاضافه لعزف موسيقى الروك والبوب فيوجن، وهو ما تتميز به فرق الاندر جراوند. وحضر الحفل عشرات الطلاب من الجامعات المصريه المختلفه. السنه دي بصراحه جميل جدا، وانا مبسوطه جدا انا حضرت النهارده، ومتشرفه جدا بالمكان يعني. لا حلو بصراحه، يعني عمل بهجه كده وطلعني من المود بصراحه، يعني كان لطيف. ان شاء الله هحب اجي العالمين كتير في اي فعاليه المره الجايه. مهرجان جميل خالص والله، والتنظيم عالي، وكل الناس مبسوطه، وكان في وبيعملوا حفلات كتير كل ويك اند. حفله تامر حسني كانت الويك اند اللي فات، وحفلات النهارده متتاليه ومختلفه. السنه دي والله يعني الانشطه جميله، بادئين النهارده بدايه كويسه قوي. الانشطه اللي كانت بره اول ما جينا، ولما دخلنا جوه الحفلات اللي احنا صورناها جوه، اللي اتصورت واتعملت حاجه على اعلى مستوى والله ما شاء الله عليهم يعني. وتعد حفلات المسرح الروماني بالمدينه التراثيه واحده من اهم الفعاليات التي تجذب الحضور ضمن مهرجان العالمين في نسخته الثانيه، الذي يجمع بين النشاطات الفنيه والثقافيه والرياضيه. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.